يعني تحدثنا عن موضوع التعاطي ما بين الشباب واستشراء بشكل مخيف، خصوصا بهذه الفترة لاحظ انتشاره ونزل بالواقع الشارع العراقي هي بعد 2014 بالضبط، يعني بعد احتلال الدواعش للمناطق والمحافظات، لأنه هو أول من كان يتعاطى هذه المواد هو الدواعش. في ربط واضح؟ واضح جدا هو الموضوع هذا، يعني داعش ما قدرت توصل المحافظات الجنوبية، قدرت توصل عن طريق المخدرات، فهنالك انتشار للمخدرات من بعد 2013-14 انتشار مخيف. يمكن اعتقد النسب المئويه ما بين 14 مثلا و13 و12 يوافقني سيد العقيد، يمكن نسب اقل، يعني كانت بالتاكيد يعني كان اقل. العراق تحول من ممر الى بلد مستهلك ومنتج، بس هذه الانتقال من ممر الى مستهلك سمعناها يعني كثيرا انه قبل 2003 كان ممر، بعد 2003 لا لم يكن، يعني كميه التعاطي حتى في ذاك الوقت يعني في النظام البائد كان نسبه التعاطي جدا جدا قليله، وكانت التعاطي على مواد غير المواد المخدره اللي هي نعرفها اليوم. يعني اليوم عندنا استشراء لماده الكريستال مثل انتشاره بشكل مخيف، اللي هي ممكن من اول جرعه او ثاني جرعه تتحول الى مدمن غير قابل انه يرجع عن هذا الموضوع. مخدر صناعي يعني هو مخدر صناعي طبعا، هو يدخل ضمن المنشطات.